الكريدت اسسمنت يعتمد على العديد من الفاكتورز او الكاتيجوريز الاساسيه. نبدا بالشكل القانوني حق الشركه وراس المال، وبعدها نطلع على الفاينانشلز حق الشركه وكيف القوائم الماليه، ونقارنها بالقطاع اللي هي تعمل فيه، هل هي افضل من القطاع، هل هي مثل القطاع، هل هي اقل من القطاع. ممتاز. بعدها نعمل على نشوف الكريدت هيستوري حق الشركه، كيف الشركه جالسه تشتغل، وكيف تعاملها مع التمويلات السابقه ومع الالتزامات السابقه. بعدها نشوف الالتزامات حقت، تعرف انت المؤسسات او الشركات الصغيره والمتوسطه كانكم تعطون كريدت سكور. نعم، هذا الكريدت سكور هذا بناء عليه يطلع اللي هو خلينا نقول البرايس او السعر. فحنا عندنا فل اوتوميتد كريدت سكورينج موديل، الاوتوميشن حقه ندخل فيه اكثر من 500 داتا بوينت، بناء عليه يطلع لي خلينا نقول البرايس.